السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في الفيديو رقم 5 من سلسلة تمارين نهايات الدالة اللوغاريتمية. نبدأ بأول نهاية، ليميت ديال 1 زائد 2 إكس زائد ln إكس على إكس. إذا دائما في النهايات كنبداو بالتعويض. إذا عندنا 1 زائد كنعوض إكس بلس لانفيني، إذا غيجينا بلس لانفيني، ln ديال بلس لانفيني هي بلس لانفيني على بلس لانفيني، إذا كيجينا بلس لانفيني على بلس لانفيني، وهذا الشكل غير محدد. اذا خصني نزول هذا الشكل غير محدد. اذا ممكن نستعمل تقنيه التفكيك. اذا عندنا ليميت 1 زائد 2 اكس على اكس زائد الالين ديال اكس على اكس، اكس يؤول الى زائد لا نهايه. اذا هنا شنو لقينا؟ لقينا واحد المجموعه دالتين، الداله الاولى هي عباره عن داله جذريه، والداله الثانيه ln x على x، وهذه النهايه ديالها معروفه. اذا لدينا ليميت ديال 1 زائد 2 x على x بلس انفيني، اذا هذه داله جذريه، النهايه ديالها حسب القاعده هي النهايه ديال اكبر حد اللي هو في هذه الحاله 2 x على اكبر حد اللي هو x. اذا كنختزو ب x، يبقى لنا العدد 2. ولدينا كذلك الليميت ديال ln x على x في بلس انفيني، هذه نهايه اساسيه كتساوي 0. اذا النهايه ديال 1 زائد 2 x ln x زائد ln x على x في بلس لانفيني كتساوي 0 زائد 2، اي تساوي العدد 2. ليميت ديال اكس ناقص 1 عامل ln x على x عندما يؤول x الى زائد لا نهايه. اذا التعويض المباشر كيعطينا بلس انفيني، والln x على x هذه نهايه اساسيه، النهايه ديالها هي 0 في بلس انفيني. اذا هذا الشكل غير محدد. اذا هنا ممكن نغير كتابة التعبير. إذا هذا التعبير هذا ممكن نكتبه بشكل آخر. إذا عندنا x ناقص 1 ln x على، إذا هنا ممكن ندير x ناقص 1 على x مضروبة في ln x. إذا نفس التعبير ولكن كتبته بطريقة مغايرة. إذا الهدف هو لقاو واحد الدالة جذرية مضروب في الآلان. إذا لدينا ليميت ديال x ناقص 1 على x في بلس انفيني، هذه دالة جذرية، إذا ليميت ديال إكس على إكس يعني نهاية أكبر حد على أكبر حد، إذا كنختزلو بإكس يبقى لنا العدد 1. ودنا ليميت ديال ألان إكس في بلس انفيني بلس لانفيني، إذا ليميت ديال إكس ناقص 1 ألان إكس على إكس في بلس لانفيني شنو كيساوي؟ كيساوي لنا 1 مضروبة في بلس لانفيني، اي بلس لانفيني. ليميت ديال 2 اكس زائد 3 زائد الالين اكس زائد 1 على اكس زائد 1. اذا التعويض المباشر كيجينا بلس انفيني، والالين ديال بلس انفيني هي بلس انفيني على بلس انفيني، اذا كيجينا بلس انفيني على بلس لانفيني، يعني فورم انديتيرميني. اذا كذلك غادي نديرو التفكيك. اذا ليميت ديال 2 اكس زائد 3 على اكس زائد 1 زائد الالين ديال اكس زائد 1 على اكس زائد 1 بلس لانفيني. اذا غنحسبو النهايه ديال الداله الجذريه، ومن بعد النهايه ديال ln x زائد 1 على x. اذا ليميت ديال 2 x زائد 3 على x زائد 1 في بلس انفيني، هذه داله جذريه، اذا كتساوي ليميت ديال اكبر حد اللي هو 2 x على اكبر حد اللي هو x. اذا كنختزلو ب x يبقى لنا العدد 2. في النهاية ديال ln x زائد 1 على x زائد 1 هنا غادي نكلي نستعمل تغيير المتغير. إذا ليميت ديال ln x زائد 1
على اكس زائد واحد في بلس انفيني. اذا شنو غادي نديرو؟ نضع اكس زائد واحد كتساوي تي. اذا عندما ساقول اكس او يقول اكس الى بلس انفيني تي يقول الى ماذا؟ اذا الى عودنا اكس بلس انفيني هنا اكس زائد واحد، فالى عودنا اكس بلس انفيني فتي غادي تقول البلس انفيني. اذا هاد النهايه شنو غادي تولي؟ تولي على الشكل هذا، ليميت ديال الان اكس زائد واحد على اكس زائد واحد في بلس انفيني. اذا هو الليميت ديال الان تي على تي في بلس انفيني. اذا هذه النهايه الاساسيه كتساوي صفر. اذا لقينا النهايه ديال الداله الاولى كتساوي لنا جوج، وديال الداله الثانيه كتساوي لنا صفر، وبالتالي النهايه ديال الداله جوج اكس زائد ثلاثة زائد الالان ديال اكس زائد واحد على اكس زائد واحد في بلس لانفيني كتساوي جوج زائد صفر، اذن تساوي جوج. الليميت ديال الان مربع اكس ناقص الان اكس، اذن بالنسبة للان مربع اكس راه هي الالان ديال اكس مضروبة في الالان ديال اكس. اذا خصني نميز ما بين الالان مربع اكس وما بين الالان ديال اكس اس اثنان. اذا التعويض المباشر غيجينا بلس انفيني موان بلس انفيني. اذا هذا الشكل غير محدد، اذا ممكن نعمل، اذا كنعملو بالالان ديال اكس. اذا عندنا الان الان كاري اكس راه هي الان اكس مضروبه في الان اكس ناقص الالان ديال اكس. اذا غادي نعملو بالالان ديال اكس، غيبقى لنا الالان ديال اكس ناقص في الحد الثاني غيبقى العدد واحد بلس انفيني. اذا الى عوضنا فغيجينا بلس انفيني مضروبه في بلس انفيني كيعطينا بلس لانفيني.